كبير الثاني اللي كان بعد القميري و بعزيزي كل هذوك المدربين الفتره الحريزيه وكل المدربين الاولين اللي كانوا ببساطه ثم آخر ما يدور هو دائما تيكون آخر الكلام وتيكون آخر الأحداث وتيكون، ولكن الحكيم لا تفاجئه الموت لأنه كيكون دائما هو على أهبة الرحيل وكيكون دائما يعني يستعد للرحيل. هذا هو المؤمن القوي وخاصة الفنان. فكانت التورية كما عرفناها كانت قوية وكانت مؤمنة بالقضاء والقدر، كانت تحترم يعني الثوابت، كانت عاشقة للوطن ديالها. السعدية قريطيف كما عرفناها فنانة وكما عرفناها مبدعة وكما عرفناها، فالسعدية قريطيف كانت عاشقة للوطن، كانت تحمل الوطن في قلبها وتفكر في الآخرين، تفكر في المحتاجين، تفكر في زملائها، في كل الأوضاع اللي كانت هي لم تختر أن تعيش وحدها. حتى عندما تحولت وزيرة في الحكومة حافظت على النسيج ديال العلاقات ديالها مع زملائها وزميلاتها، وباقي الآن تذكروا هذاك الأمور ديالها. اشتد عليها الألم، ولكن قبل ما تدخل المصحة كانت عاشت هذه الأشهر الأخيرة كان شوية ديال التعب وديال الألم، لأن كانت تعرضت للحادثة، كان فيها كسر، وكان فيها الحادثة كانت مؤلمة، كانت طاحت واحد الطيحة كانت قبيحة، ومع ذلك كانت كتدير الترويض وكل شيء، ومع الترويض ومع الكشوفات ومع الفحوص بان على أن عندها أشياء أخرى في الجسد ديالها، ودخلت لمقاومة الجسد. وكان المعين ديالها هو صاحب جلالة الملك محمد السادس الله ينصره اللي تكفل بالعلاج ديالها. دخلت للمصحة وكان مستمرة في العلاج ومستمرة، اللي كانت تتواصل معها يعني ولا الكلام قليل في هذ اليومين الأخيرين. بقيت الإشارات رفقة البنت ديالها الله يرضي عليها دي عائشة، وبقات الإشارات، ولكن كل الإشارات ديالها وكل الإيماءات ديالها وكل يعني التواصل اللي عندنا معها عن بعد كان فيه امل، كان فيه طموح، ما كانش فيه شي تشكي، ما كانش فيه شي حوايج اللي شي واحد اللي خايف لا يموت ولا شحال، لا ابدا ما كانش هكذا. يعني كانت مستعده للقاء الله في كل وقت وحين. اخر التوصيات اللي وصاتكم بها قبل التوصيه كانت كنا جلسنا في الدار عندها وفوق الفراش ديالها راه كاين حتى الصور ديالنا معها وداك الشيء، وكان الابن وقالت لك اودي شوف لي انا بغيت، قالت للسي تاجدين الله يطول في عمره، قالت لي انا بغيت قبر في، شوف لي قبر في الشهداء، وسي ابو السالي دفني. انا راه واحد من خوت، قالت لي انت خويا ما ولدتش كثير هذه عادي هذه الامور هذه، ان احنا كنا قراب منها وبدينا تضحكوا معها. قالت لي راه انت اللي خاصك، راه انت يمكن تدفنيني، انا حتى واحد ما عارف وقتاش غادي يمشي. هذا كيبين مدى القوه ديالها ومدى راه جمعت الحوايج ديالها وجمعت كل شيء ديالها للمواجهه، ومشات للمصحه ودخلت المصحه غير مباليه على امل انها غادي تدخل المصحه وغادي تخرج من المصحه وغادي ترجع للحياه كما كانت ايضا. هكذا كانت يعني واحد الايمان قوي لا يتزعزع، لان هي كانت عاطي الله واحد القوه، يعني عمرها كتعرف اش كدير، عارفه على ان. وكانت تفكر دائما في الجمهور ديالها، تفكر في الناس، في الاخرين. الدار ديالها دائما مفتوحه، العلاقات اللي كانت مع واحد المجموعه ديال البسطاء واللي غادي يكونوا كيتالموا كثير الان، كانت علاقات كبيره ومتينه، وعلاقات فيها الحميميه، يعني داك الشيء اللي كان بيناتهم ما يمكنش يعرفوا شي واحد، بيناتهم الخير، بيناتهم الحب، بيناتهم هكذا كانت هي التوريه. وعندما فكرت ايضا في المقاوله ديال المسرح، دارت فرقه مسرحيه ديالها، وتحملت المسؤولية ديال الفرقة مع الزوج ديالها ومع واحد العدد ديال الفنانين، وقدمت عروض كبيرة في الوطن وخارج الوطن، وما سمعناش على أنها راه عاشت الإفلاس ولا أن ناس ما تخلصوش ولا كان شي مشاكل بحال هكا. هي كانت هكذا، يمكن تسمح في داك الشيء ديالها، والناس اللي عاشوا معها في الوزارة مازال تيذكروا لها خير ديالها، ندعيو لها بالرحمة. وراه المغرب ما كينساش، لأن راه ماشي غير هي، راه واحد العدد.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.